طب مساكم بكل خير. أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية منذ انتهاء الهدنة صباح الجمعة إلى أكثر من 200 قتيل والجرحى إلى 589، حيث استهدف جيش الاحتلال مباني سكنية في أنحاء القطاع، كما قصف مدرسة للأونروا تؤوي نازحين. هذا وتضاف هذه الحصيلة إلى أكثر من 15,000 قتيل في غزة منذ بدء الحرب الإسرائيلية، جلهم من النساء والأطفال، وما يزيد على 36,000 جريح، إضافة إلى نحو 7,000 في عداد المفقودين. سير مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من ميناء جدة الإسلامي الباخرة الإغاثية السعودية الثالثة ضمن الجسر البحري السعودي لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، متجهة إلى ميناء بورسعيد في مصر، وحملت على متنها 300 حاوية تزن أكثر من 1000 طن، منها 100 حاوية تشتمل على مواد ومستلزمات طبية لسد احتياجات المستشفيات هناك، و100 حاوية تشتمل على المواد الغذائية الأساسية وحليب الأطفال المجفف وكذلك مواد إيوائية، تمهيدا لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل القطاع. هذا ودخلت إلى قطاع غزة 55 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية عبر معبر رفح الحدودي مع مصر، تزامنا مع قصف عنيف يشنه جيش الاحتلال على مناطق واسعة بالقطاع. وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني استلام طواقم 50 شاحنة مساعدات من الهلال الأحمر المصري عبر معبر رفح، محملة بالمساعدات الإنسانية ومن ضمنها الغذاء والماء ومساعدات إغاثية ومستلزمات طبية وأدوية. جاء ذلك بعد تعطل دخول المساعدات منذ القصف الإسرائيلي. أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس رفض ومنع تهجير القسري للفلسطينيين سواء في قطاع غزة أو في الضفة بما فيها القدس. وأطلع عباس المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان خلال استقباله في رام الله على مجمل التطورات على الساحة الفلسطينية، إضافة إلى جرائم العدوان وانتهاكات الاحتلال المتواصلة في الضفة الغربية. ينضم إلينا من رام الله الكاتب والباحث السياسي الدكتور زياد الأيوبي. الدكتور زياد، إن كنت تسمعني الآن دكتور زياد؟ طيب سأحاول، سنعود إليك بعد قليل. على كل، دكتور زياد من رام الله، واقع غزة مشاهدين بعد الهدنة كما كان قبلها، القصف الإسرائيلي على أشده والجهود الدولية للوصول إلى هدنة جديدة متواصلة، فماذا بعد إعلان نتنياهو انسداد طريق المفاوضات، وماذا يجلب ماكرون معه إلى الدوحة؟ غزة بعد الهدنة كما قبلها، وإن تباعدت فترات هجمات آلة القتل الإسرائيلية فلا يزال دوي الانفجارات يعلو صوت أحاديث السلام، ولا تزال الحلول معلقة كما هو حال معبر رفح جسر المساعدات، ولا تزال غزة على كل لسان وفي كل محفل وإن اختلفت النوايا. حرب طويلة الأمد تخطط إليها إسرائيل، والآن تبدو أهدافها أكثر وضوحاً وتحديداً بعد استغلال قوات الاحتلال فترة الهدنة لإعادة التسليح والتموضع كما يؤكد الجيش الإسرائيلي. فالهدف والعتاد الآن جاهزان من أجل القضاء الكامل على حماس، وإن كان ذلك يعني موت وتشريد سكان القطاع. لا يختلف المشهد كثيراً في غزة أو خارجها بعد الهدنة، وإن استجدت الاستجابة الخجولة لإسرائيل بإعارة المدنيين القليلة من الانتباه في المواقع التي تقصفها بعد أن استشعرت شعور حلفائها بالعار من مقتل هذا الكم الهائل من الأبرياء، وإن كان هذا العار لا يتبعه ضغوطات تدفع إسرائيل على تسهيل دور الوسيطين مصر وقطر في مفاوضات تجديد الهدنة وإكمال صفقة تبادل الأسرى، وهو ما يثبته استدعاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فريق الاستخبارات الذي كان بالدوحة من أجل التفاوض وفق بيان أصدره مكتبه. أما الرئيس الفرنسي الذي بدأ باستفزاز تل أبيب بتصريحاته فيأمل أن يقدم شيئا جديدا علّه يرضي الأطراف ويفضي إلى وقف إطلاق النار خلال رحلته العاجلة إلى الدوحة، وإلى ذلك الحين ستستمر المداولات وسيستمر القتل.
تنضم لنا من رام الله مراسلة الإخبارية زميلة نعمة عدوية للاطلاع على آخر التطورات. نعمة، كيف عاش الفلسطينيون في غزة في اليوم الثاني بعد الهدنة مع هذا القصف الإسرائيلي الكبير، وكيف كان دخول المساعدات الإنسانية في ظل هذا القصف أيضا؟ نعم، يعني ما توعد به نتنياهو خلال الهدنة بالفعل حدث في اليوم الثاني من بعد انهيار الهدنة بين حماس وإسرائيل. اليوم ارتكبت مجازر في غزة وتحديدا في حي الشجاعية، حيث تم قصف ما يزيد عن 50 بناية سكنية على رؤوس ساكنيها، عدا عن القصف العشوائي اليوم الذي بات الاحتلال يتخذ استراتيجية في هذه الحرب. يعني زميلي، ما حدث اليوم في قطاع غزة هو الاحتلال بات لا يستهدف فقط مربعات سكنية وإنما أحياء كاملة، وطلب من السكان خلال الأيام الماضية من خلال مناشير تم توزيعها في طائرات بأن يخلوا منطقة خان يونس ويتوجهوا إلى رفح. يعني في البداية طلب الاحتلال من السكان في بداية الحرب من أن يخلوا منطقة الشمال ويتوجهوا إلى الجنوب، واليوم السيناريو يعاد مرة أخرى. اليوم دخل إلى قطاع غزة ما يقارب 100 شاحنة من المساعدات بحسب الهلال الأحمر الفلسطيني، تحتوي على مواد غذائية وأيضا مواد طبية. أيضا يعني اليوم كان من زار وفد إسرائيلي قطر من أجل المباحثات والمفاوضات، وإذا كان لك أي أفق للهدنة، ولكن اتصال حسب ما ورد من مكتب نتنياهو بأن هناك اتصال من نتنياهو إلى الوفد طالبه بالمغادرة فورا بعد تعثر المفاوضات. اليوم يعني كان مؤتمرا لوزير الجيش الإسرائيلي جالنت وتبعه بعد نصف ساعة مؤتمرا لنتنياهو، وهذا يدلل على أن يبدو هناك صدام وخلافات كبرى في الحكومة الإسرائيلية. يعني الهدف واضح كما قالته إسرائيل مرارا وتكرارا، واليوم عاده نتنياهو وجالنت، بأن هدف إسرائيل من هذه الحرب هي القضاء على حماس. وما قاله اليوم ماكرون هو يدلل على أن هذه الخطوة وهذا الهدف هو صعب المنال، وإذا فعلا إسرائيل تريد تحقيق هذا الهدف تريد استمرار هذه الحرب إلى أكثر من 10 سنوات. واليوم الأوضاع باتت في قطاع غزة وأيضا في الضفة الغربية صعبة جدا، والأوضاع زميلي في الضفة الغربية لا تختلف كثيرا عن قطاع غزة، فباتت إسرائيل أيضا تستخدم الصواريخ في قصف أهدافا لها في المخيمات وفي المناطق وتحديدا في شمال الضفة الغربية مثل طول كرم وجنين ونابلس. يوميا نشهد مداهمات واقتحامات. ما هو المبرر نعمة، يعني ما هو المبرر لاستهداف الضفة في هذا الوقت، إذا ما قلنا بأنه يعني إسرائيل لديها مبرر ربما بعد 7 أكتوبر في استهداف حماس في قطاع غزة، لكن لماذا الضفة؟ يعني إسرائيل تقوم بمداهمات يومية في الضفة واستخدام أيضا الصواريخ بذريعة أنها تريد القضاء على خلايا تابعة لحماس. ومنذ 7 أكتوبر زميلي هناك أكثر من 3500 حالة اعتقال في الضفة الغربية وتحديدا في شمال الضفة الغربية، ودائما الذريعة تكون بأنهم يناصروا وينتموا إلى حركة حماس. إسرائيل تريد تفكيك والقضاء على حماس ليس فقط في قطاع غزة وإنما في الضفة الغربية وتحديدا في جنين وطول كرم ونابلس. وفي الفترة الأخيرة يوميا هناك مداهمات واعتقالات واغتيالات في جنين وطول كرم، وهذه النقطتين الذين تقعان في شمال الضفة الغربية تشكل خطرا كبيرا على إسرائيل كما تقول إسرائيل.
يوميا تقوم بتدمير البنية التحتية والرموز الوطنية على مداخل المخيمات، تقوم كما ذكرت سابقا بقصف أهدافا لها بالصواريخ، وهذا لم نشهده منذ الانتفاضة الثانية. إسرائيل اليوم باتت متوحشة أكثر فأكثر في الضفة الغربية، يوميا هناك حالات، يعني قبل أيام شاهدنا إسرائيل وهي تغتال طفل لم يتجاوز 7 سنين في مخيم طول كرم. فلا مبرر لإسرائيل فعلا، ولكن دائما الذريعة هي تريد القضاء على حركة حماس في ليس فقط في قطاع غزة وإنما في الضفة الغربية، والوضع يوميا يزداد سوءا يوما بعد يوم. كيف هو الوضع في جنوب قطاع غزة؟ نعمة، تابعنا بالأمس أنه كان هناك خريطة نشرها الاحتلال الإسرائيلي، بلوكات قسم قطاع غزة، وبالتالي كان يتحدث عن أنه هناك توجيهات ستصدر للسكان بمغادرة هذا الحي، التوجه إلى ذلك الحي في الشمال، لكن اليوم تابعنا أنه كان هناك توجيه لهم بمغادرة أحياء من شمال قطاع غزة إلى الجنوب. هذا جهد يعني على السكان وحالة تكدس ستكون في جنوب غزة، كيف هو الوضع هناك؟ يعني زميلي، في بداية الحرب كما ذكرت قبل قليل بأن إسرائيل طلبت من السكان مغادرة شمال قطاع غزة والتوجه إلى الجنوب، واعتبار منطقة شمال غزة هي منطقة هدف رئيسي لإسرائيل، بذريعة أن هناك أنفاق لحركة حماس في الشمال وتريد إسرائيل القضاء عليها. ولكن ما زال في الجنوب، يعني في البداية كانت وسائل الإعلام يتوقع أن الشمال هو خالي تماما، ولكن ما زال يتواجد في الشمال ما يقارب 800 ألف فلسطيني رفضوا المغادرة والنزوح من منازلهم إلى الجنوب. وأيضا قبل أيام طلب الاحتلال المغادرة من مناطق في أحياء في الجنوب وفي خان يونس والتوجه إلى رفح، على الرغم من أن مدارس مراكز الإيواء ومدارس الأونروا وأيضا المشفيات وحتى الطرق هي مليئة ومزدحمة في النازحين. وزميلي، هناك أيضا نقطة هامة جدا، بأن حسب منظمة الصحة العالمية وكالة الغوث بأن هناك العديد من الأوبئة الخطيرة التي تتفشى اليوم في قطاع غزة نتيجة الأمراض والاكتظاظ وانعدام الوسائل الصحية والآمنة للمواطنين، وهذا يعني عدا عن تكدس النفايات، أكثر من 45 ألف طن من النفايات هي مكدسة في قطاع غزة. رفض الاحتلال خلال الهدنة أن ينقل هذه النفايات إلى المكبات. أشكرك نعمة، شكرا جزيلا، كنت معنا من رام الله. ونبقى مشاهدين في رام الله، يلتحق بنا الكاتب والباحث السياسي الدكتور زياد الأيوبي. دكتور زياد، ما ذكرته قبل قليل نعمة عدوية مراسلة الإخبارية من أنه يعني نتنياهو، مكتب نتنياهو اتصل بالوفد المفاوض في قطر وطلب منه الانسحاب والعودة إلى إسرائيل. هذا يضعنا أمام تساؤل عن الاتهامات التي ساقها لحماس بأنها من تسببت في خرق هذه الهدنة، وبالتالي بعد هذا الإجراء من مكتب نتنياهو، هل نتحدث عن صدام كما قالت المراسلة قبل قليل، أم أنه كانت إسرائيل بالفعل مجبرة على الهدنة ولا تريد الاستمرار فيها، أم ماذا؟ يعني أخي مفرح، تحياتي لك ولكل المشاهدين. يعني خليني أحكي لك، نحن في لحظات صعبة الآن، واضح أنه في هناك انهيار لكل المباحثات في الدوحة، والإسرائيلي عندما يعلن أنه الوفد الإسرائيلي قد عاد من الدوحة، هذا يعني أنه الأمور اتخذت منحنى ومنعطف حربي واضح. بالتالي الاحتلال الإسرائيلي بالأمس في تمام الساعة 7 بناء على ذلك قام بمهاجمة غزة وجنوب غزة تحديدا بشكل عنيف وقاسي لم يسبق له مثيل، خصوصا في شيء عندهم يقصفون الناس به وهي الأحزمة النارية. هذه الأحزمة تحرق مربعات كاملة وتدمرها، وبالتالي من الواضح أنه الاحتلال الإسرائيلي ذهب بالمعركة لنهايتها من أجل تحقيق أهدافه التي أعلن عنها
وهي القضاء على القدرة العسكرية لحركة حماس. بكل الأحوال من الأمس إلى اليوم حجم القصف والدمار الذي يلحقه الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة لوحده يشكل كارثة إنسانية، يعني بمعزل عن الجولة الأولى من الحرب، من الأمس إلى اليوم نحن أمام كارثة إنسانية حقيقية. والاحتلال الإسرائيلي أيضا يغدر المدنيين، يقول لهم اذهبوا إلى المربع الفلاني، ومن ثم عندما ينتقلوا إلى هذا المربع يقوم بقصفه. اليوم على سبيل المثال في الشجاعية طلب من الناس الذهاب إلى مربع في داخل الشجاعية، وعندما وصلوا قام بقصفهم وقتل ما لا يقل عن 500 طيب إنسان. بالمختصر مفيد، يعني هل تعتقد، عذرا للمقاطعة، هل تعتقد بأن لدى إسرائيل خطة واضحة؟ هناك انتقادات لكل ما ذكرته من أنه هناك استهداف للبنية التحتية وهم يريدون القضاء على حماس، هناك استهداف للمدنيين، ماكرون تحدث عن 10 سنوات إذا كانوا يريدون القضاء على حماس، هل لدى إسرائيل القدرة على الصمود أو خوض حرب لمدة 10 سنوات أو أقل من ذلك وهي المعتادة دائما على حروب الأيام المعدودة؟ يعني خليني أحكي لك، إسرائيل كعادتها ونحن نعرفها من 75 عام إلى الآن لا تكترث للمجتمع الدولي ولا لما يقوله المجتمع الدولي. هؤلاء وضعوا خطة أمامهم تستند على ضرورة تدمير قطاع غزة وقطع شريان الحياة فيها. أنت يعني ماذا يعني استهداف المستشفيات؟ تحديدا المستشفيات، وهذا لم يسبق في كل حروب التي نعرفها تاريخيا، لم يسبق أن تم استهداف المستشفيات في داخل قطاع غزة، هذا ما يحدث. بالتالي إسرائيل تريد تدمير قطاع غزة على من فيه، قتل سكان غزة. اليوم بشكل ممنهج ترتكب جريمة تطهير عرقي وقتل جماعي للناس من أجل دفعهم إلى مغادرة قطاع غزة. يعني اللي ما بتوصلوا القذيفة بتقول له وكأنه حاول تنفذ بريشك ويذهب باتجاه سيناء. ما يحدث الآن أمر صعب جدا ولا يتخيله عقل ولا منطق. إسرائيل انقلبت على اعتدت على كل القيم الإنسانية، ونسمع من ماكرون ومن بايدن ومن بريطانيا ومن ألمانيا وغيره نسمع كلام فقط بالإعلام، على أرض الواقع ما في تنفيذ. وبالتالي نحن نطالب بتحويل هذه الأقوال إلى أفعال بالضغط الجدي على إسرائيل من أجل وقف عدوانها على الشعب الفلسطيني. وأنا بحكي لك إذا قرروا الضغط على إسرائيل الحرب ستتوقف فورا، ولكن هم نفسهم أعطوا ضوء أخضر للإسرائيليين بحيث يذهبوا إلى قطاع غزة ويقتلوا أهل غزة بهذا الشكل المريع. نعم. المرعب. هم يتحدثون في الإعلام شيء وفي الغرف المغلقة يتحدثون مع يعني كمال هارس. دكتور كمال هارس قالت بأنه ليس هناك نية لتغيير حدود غزة أو لإجلاء سكانها أو التهجير القسري، لكن ألا قبل أن يكون هناك ضغط على إسرائيل، هل تمارس إسرائيل الآن ضغطا على مصر والأردن يعني بوضع السكان هناك في منطقة صغيرة سواء في جنوب غزة أو في الضفة، وبالتالي إجبارهم على الهجرة إلى أي دولة؟ نعم صحيح، إسرائيل هذا ما تقوم به، تضغط على الأردن وتضغط على الإخوة في جمهورية مصر العربية. وإحنا سمعنا من جلالة الملك عبد الله الثاني ومن سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي مواقف عظيمة جدا في هذا الاتجاه، أنهم لن يسمحوا أبدا لهذا المخطط الإسرائيلي أن يمر. لكن أيضا الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا نائبة الرئيس التي تحدثت اليوم تصريحاتها يعني عمت الدنيا، لا يكفي التصريحات، وأنا قلت لك هذا الكلام، الشعب الفلسطيني يريد تحويل هذه الأقوال إلى أفعال من الولايات المتحدة الأمريكية. لا يمكن أن يعطوا إسرائيل قذائف وطائرات
عتاد عسكري واضح لنقتل به، ومن ثم يخرج علينا الأمريكي ويقول لنا نحن ضد تهجيركم وضد قتلكم وضد قتل المدنيين. إذن لماذا تعطون إسرائيل هذا السلاح وأنتم تعلمون جيدا أن بنك الأهداف الإسرائيلي هو أصلا مدنيين؟ ما في أخي مفرح، في غزة لا يوجد قواعد عسكرية كي تقصف ولا مطارات عسكرية كي تقصف، هي أحياء سكنية لمدنيين أطفال ونساء وشيوخ. وبعتقد الجميع شاف أنه كل الضحايا هم أطفال ونساء وشيوخ. الإسرائيليين يعلمون أن العالم صحيح، أو خليني أحكي لك القوى الغربية تضغط عليهم هذا صحيح، لكن هي بالنسبة للعالم هي الطفل المدلل، وبالتالي لكن هل تعتقد دكتور بأنه سيتزايد الضغط مستقبلا على إسرائيل؟ لأنه تابعنا في بداية هذا التصعيد كان هناك دعم كبير من الاتحاد الأوروبي والدول داخل أوروبا لعملية القضاء على حماس والحديث عن تعليق المساعدات لغزة بعد خروج مظاهرات آخرها اليوم، كان هناك في باريس كوبنهاغن وشتوتغارت الألمانية، بعد خروج هذه المظاهرات تغير موقف صحيح. الاتحاد الأوروبي وأصبح يطالب ويدعم التوصل إلى هدنة وهدنة طويلة بما. طيب قبل قليل رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو أعلن، قال أنه نحن في علينا ضغوطات كبيرة ولكن نحن ماضون في حربنا على قطاع غزة، وبالتالي الجواب طلع من عند نتنياهو بأنه كل هذا الكلام اللي أنتم بتحكوه بالنسبة لي لا أثر له، والإسرائيليين مصممين على الاستمرار بالحرب. أكثر من ذلك أخي الكريم، الإسرائيليين القادة الإسرائيليين هم الذين يقولون لشعبهم أننا ذاهبون للقضاء على حماس وذاهبون للقضاء على غزة ولن نعود قبل أن نتأكد من أنه هنالك قضاء على حماس، وبالتالي يرفعون سقف توقعات المجتمع الإسرائيلي منهم، فكيف لهم أن يعودوا فيما بعد ويقولوا للمجتمع الإسرائيلي صار علينا ضغط واضطرينا لوقف إطلاق النار؟ سيسقطون في المجتمع الإسرائيلي، وأنت تعلم يعني نتنياهو آخر استطلاعات الرأي تقول أنه نراجع البيت، وبالتالي أنا في اعتقادي أنه كل هذه الأصوات التي تطالب بوقف إطلاق النار نحن كفلسطينيين وكعرب وكمسلمين نحترمها ونقدرها، ولكن طالما بقيت على الكاميرات وعلى 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 وسائل الإعلام ولا يوجد ضغط حقيقي على الإسرائيليين لن تتوقف الحرب. أنا أسأل سؤال، إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية ضد قتل المدنيين في قطاع غزة وضد قتل الأطفال، لماذا يرسلوا لهم قذائف؟ بالأمس أرسلوا لهم 100 قذيفة، كل قذيفة وزنها 2000 كيلو. وتخيل أنت ماذا سيكون شكل القطاع عندما تلقى هذه القذائف على رؤوس الغزيين. إذا كانوا يريدون فعلا وقف إطلاق النار أو يريدون الضغط على إسرائيل، عليهم أن يتوقفوا عن إعطائها سلاح بالحد الأدنى، مثلما طالب سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عندما قال يجب وقف تصدير السلاح لإسرائيل. طب أرجو أن تبقى معي، لأنه قال هذا الكلام لأنه يعلم جيدا ماذا تفعل إسرائيل بهذا السلاح. أرجو أن تبقى معي سأعود إليك، لكن قالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في قطاع غزة إن 80% من سكان القطاع أصبحوا نازحين في ظل ظروف إنسانية صعبة للغاية، في حين اتهمت وزارة الصحة الاحتلال الإسرائيلي بإجبار السكان على النزوح عبر استهداف المستشفيات وجعلها خارج الخدمة. أضافت الهيئة أن الاحتلال يهدف إلى تحويل النزوح الداخلي في قطاع غزة إلى تهجير خارجي. طيب دكتور زيد، يعني مع المعلومات التي أكدتها مصادر أمريكية بأنه هذه الخطة من حماس كانت معروفة لدى الإسرائيليين منذ نحو عام، ولكن جرى تجاهلها بشكل أو بآخر، يعني إن ما افترضنا أنه مررتها إسرائيل هذه الخطة كانت تعلم بها، ما هي الأهداف حتى يعني ينفذ هذا الهجوم من قبل حماس وبعدها تدعي المظلومية كالعادة إسرائيل وتبدأ في هجومها المضاد؟ يعني هل من أهداف لإسرائيل تحاول أن تحقق بخلاف ما أعلنته عن القضاء على حماس، يعني سواء في داخل فلسطين أو في خارجها؟ طيب خليني أحكي لك شيء، معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى وضع دراسة، يعني بتمنى المشاهد يبقى يطلع عليها بيعرف أكثر ماذا تريد إسرائيل.
موضوع تدمير قطاع غزة والقضاء على حماس وقتل الناس بالألوف في قطاع غزة هو ليس الهدف الحقيقي لإسرائيل، وإنما هو وسيلة للوصول إلى هدف أكبر، وهو السيطرة على قطاع غزة وضمها بالكامل للإسرائيليين وإقامة مشاريع واستثمارات ومنتجعات وإلى آخره. وتحدث الإعلام الإسرائيلي عن منتجع نوفا، وهذا المنتجع يريد أن يقيموه على أراضي قطاع غزة، وأيضا يريدون الوصول إلى مستوى في قطاع غزة يستطيع وصل البحر الأحمر، قناة البحر، وجودهم على البحر الأحمر بالبحر الأبيض المتوسط، بما يعرف بخطة بالخطة الإسرائيلية المعروفة قناة بن غوريون. أيضا هم يريدوا الضغط على مصر من خلال تهجير الناس باتجاه مصر، وأنت تعلم في بعض الناس منهم راديكاليين أو متطرفين أو ينتمون لحركات قد تقوض أمن جمهورية مصر العربية، وبالتالي ستسعى لإشغال جمهورية مصر العربية بمعالجة مثل هذه المجموعات، وعندها ستترك جمهورية مصر العربية خطتها للنهضة والنهوض بمصر والمصريين. لكن هل تبدو لك دكتور زيد هذه الخطة، يعني هل تبدو لك هذه الخطة من إسرائيل يعني قابلة للتنفيذ؟ لأنه ماكرون أشار لها صراحة بأنه أمن إسرائيل الدائم لا يمكن ضمانه إذا أرسي على حساب أرواح الفلسطينيين، وبالتالي استياء كل الرأي العام في المنطقة، والحديث عن المشروعات التي تحدثنا عنها قبل قليل، كيف يمكن ضمان أمن هذه المشروعات إذا كان هناك حنق وغضب في الداخل الفلسطيني جراء هذه الأعداد الكبيرة المتزايدة من القتلى والمهجرين والجرحى والمفقودين أيضا؟ طيب، مهم جدا قبل ما أجاوبك نقول أنه هذه القاعدة التاريخية اللي كل العرب بيحكوها، لا يمكن لإسرائيل أن تحقق الأمن والأمان على حساب أمن وأمان وأرواح الشعب الفلسطيني. ثانيا، في قرار التقسيم في العام 47، في نوفمبر 47، قسم فلسطين إلى دولة يهودية ودولة فلسطينية. الدولة اليهودية على 50% من فلسطين، والعالم أيد ذلك وإلى آخره. فيما بعد ماذا فعلت إسرائيل؟ احتلت الجزء المتبقي من فلسطين، والعالم سكت على ما قامت به إسرائيل إلى اليوم. وبالتالي إسرائيل إذا استطاعت تنفيذ مخططها، هذا العالم فقط سيؤيدها وسيصفق لها، تحديدا الدول الأوروبية، ولن يضغطوا عليها للعودة إلى ما قبل 7 أكتوبر، بل بالعكس تماما، سيحتضنوا وسيدعموا ما تقوم به. السؤال الكبير المهم، ماذا لدينا نحن كفلسطينيين وكعرب وكمسلمين لمواجهة هذا المخطط؟ هذا هو السؤال المهم. أنا في اعتقادي أنه في الآن الموقف الفلسطيني، موقف السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير مهم جدا ورافض لهذه الخطة. أيضا الموقف العربي اللي عبر عنه سمو الأمير محمد بن سلمان وسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وجلالة الملك عبد الله الثاني ورئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، و بشكل عام كل الوطن العربي، وهؤلاء طبعا يمثلون عربا ومسلمين، هذول قادتنا، قالوا أنه لن نسمح لإسرائيل أن تنفذ هذا المخطط الخبيث على أنقاض غزة وعلى حساب أرواح الشعب الفلسطيني. إذن عنا موقف فلسطيني وعربي وإسلامي قوي، يبقى أنه جميعنا كعرب وكمسلمين أن نستمر تماما بالخطة التي يقوم بها وزير الخارجية اللجنة العربية الإسلامية فيصل بن فرحان الآن، وهو يجوب مع وزراء الدول العربية والإسلامية كل بقاع الأرض من أجل حشد التأييد والتأييد الحقيقي والجدي للقضية الفلسطينية، وحشد الموقف الدولي المواجه للعدوان الإسرائيلي
على قطاع غزة وعلى الضفة الغربية والقدس. أنا في اعتقادي أنه نحن قادرين كعرب ومسلمين أمام هذه المواقف العظيمة لقادتنا قادرين أن نحقق شيء. يبقى الدول الغربية يجب أن تتفاعل مع هذه المواقف التي تعبر عن أكثر من ملياري مسلم. شكرا جزيلا لك دكتور زياد الأيوبي الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا من رام الله.